معانا دلوقتي من خلال زوم الكاتب الدكتور أحمد الديب اللي هنتكلم معاه عن كتابه قوارير، وهو الحقيقة أحدث إصدارات الكاتب الأستاذ أحمد الديب، وكان بيشارك السنة دي في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا أستاذ رنا، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. مبدئيا كده اسمح لي أتوقف عند اسم الكتاب قوارير، ويعني ده هي الحقيقة لفظ أو كلمة أثرت فيا كست، وأكيد أثرت في كل البنات وفي كل الستات اللي اشتروا الكتاب. شكرا على ملاحظة العنوان، يعني التايتل بتاع الكتاب هو القوارير. دي بصراحة هي اختيار دار النشر، دار دول للنشر والتوزيع. هي ده الكتاب الثالث مع دار دول بعد مطمئنة زي ما حضرتك عارفة وفناجين ضد الاكتئاب. هو احنا كنا محتارين ما بين اسمين، انا كنا مسمين الكتاب اسم تاني سميتها مريم، وبعدين كان يعني وفقنا ان دار النشر اقترحت، كان اقتراحها قوارير على اساس ان القوارير تحمل اكثر من معنى. المعنى الاول اللي تحمله القوارير اللي هو المعنى اللي له علاقه بتعاملنا احنا مع الفتيات ومع البنات ومع المراه ككائن رقيق وكائن قابل للكسر ويجب الحفاظ عليه. المعنى الاخر للقوارير ان المراه او الفتاه او البنت اللي بعد كده هتبقى ام وبعد كده هتبقى مسؤوله عن اسره، دي وعاء لنقل القيم من جيل لجيل، لانه من غير الام لا يمكن نقل القيم، الام يعني الصالحه في اسرتها وفي نفسها لا يمكن نقل القيم من جيل الى جيل. فكانت قوارير لها بعدين، البعد الاول انه احنا دي يعني رساله لكل الاباء، رساله لكل الاخوه، رساله للمجتمع بالتواصي بالمراه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تأمرنا القوانين، وكما تأمرنا الأعراف، وكما تأمرنا الحضارة، إن إحنا نتواصى بالمرأة ونتواصى بالفتاة ونتواصى بالبنت. فدي جزء الرقيق في المرأة، لكن المرأة في فيما يخص التحديات وفيما يخص دورها في مجتمعها وفيما يخص في دورها في وطنها وفيما يخص دورها في أسرتها الكبيرة والصغيرة، لا هي مرأة حديدية قوية، مش قارورة يعني قابلة للكسر. فهي قصة انها قارورة قابلة للكسر وقابلة للخدش، ويجب ان نتعامل معها بمنتهى الرقة واللطف. كان لها علاقة بتعامل الناس معها مش اكتر. فاشكر حضرتك على ملاحظة ان الكتاب، ان عنوان الكتاب موحي لما يحمله الكتاب من محتوى له علاقة بالوصايا للاباء وللابناء حتى، يعني حتى الابناء، ابناء المراه الناضجه التي يعني هي تقوم على الاسره. دي وصيه من الكتاب، يقدم وصيه لابناء لامهاتهم. حقيقي الحقيقه يعني كلام مهم جدا، وبجد قد ايه كلام يعني مهم ان احنا نتكلم فيه، مش بس في كتاب حضرتك بشكل عام. خلينا كمان نتكلم عن مقدمة الكتاب. حضرتك قايل في الكتاب عبارة عن رسائل للبنات، كنت عاوز توصل ايه من خلال الرسائل دي للبنات؟ يعني انا عارفة ان حضرتك اتكلمت عن علاقة البنت بابوها، وفي توصيات لقد ايه البنت او الست لازم تتكرم وتتعامل بشكل جيد، لكن كانت ايه رسائلك للبنات تحديدا؟ والله يا استاذه رانيا، انا في البدايه انا مولع جدا بشخصيه السيده مريم عليها السلام. السيده مريم عليها السلام هي السيده الوحيده التي ذكرت في القران الكريم باسمها عشرات المرات. ايوه السيده مريم مثال للعفه ومثال للشرف ومثال للكرامه ومثال للتبتل والعباده، وهي اللي عملت لنا الشخصيه العظيمه جدا في التاريخ المسيح عليه السلام. وبالتالي انا كنت مولع جدا بشخصيه السيده مريم، وانا بنتي اسمها مريم سميتها لولعي بهذا الاسم. وبالتالي كانت الرسائل موجهه الى بنتي اللي هي مريم، وبالتالي موجهه الى كل البنات وكل الفتيات وكل الامهات وكل ربات البيوت وكل والمراه العامله عموما. الرسائل اللي انا بوجهها للبنات رسائل متعدده لها علاقه بمعرفتها لذاتها ومعرفتها لنفسها ومعرفتها للملكات المتعدده اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها بيها طبعا، ومعرفتها لخالقها ومعرفتها لصحيح دينها ومعرفتها لمجتمعها، وانها لها دور كبير جدا في اثراء المجتمع، مش بس باعمالها العظيمه
وانها مثل الرجل تماما فيما يخص وظيفتها، لا كمان هي لها وظيفه تربويه مش عايزين نغفل عنها، لها وظيفه لها علاقه بنقل القيم الساميه، سواء القيم الدينيه او قيم العرف او قيم المتفق عليها عموما او القيم اللي لها علاقه بالفطره السليمه، نقلها من جيل لجيل، نقلها الى اولادها، وبالتالي الرسائل دي كلها يعني بتلقي الضوء على دور المرأة في مجتمعها وفي وطنها وفي أسرتها، وبالتالي هي المرأة مش هتقدر تقوم بدورها، أو البنت أو الفتاة مش هتقدر تقوم بدورها في مراحلها المتعددة إلا إذا عرفت نفسها حق المعرفة، صحيح. وإلا إذا عرفت ربها حق المعرفة، وإلا إذا عرفت مجتمعها الكبير والصغير حق المعرفة. شايف قد ايه البنات في ظل دخول السوشيال ميديا حياتنا وسيطرتها علينا محتاجين الرسائل دي في الفترة دي؟ والله احنا مشكله السوشيال ميديا يا استاذه رانيا انه السوشيال ميديا لها بعدين اساسيين. البعد الاول انه كميه الوقت التي يهدرها السوشيال ميديا. طبعا انا مش هقدر اقول ان السوشيال ميديا على عمومها وعلى اطلاقها سيئه، لا فيها فوائد كثيره طبعا، ما اقدرش انا انكر فوائد السوشيال ميديا، لكن احنا خلينا نركز على موضوعين اساسيين. الموضوع الاولاني انه الساعات الكثيره التي تنفق على السوشيال ميديا في ظل ان الفتاه ممكن يكون عندها مذاكره، ممكن يكون عندها عمل اكثر نفعا. السوشيال ده مش ميديا البنات بس، ده البنات والولاد كمان. البنات واللي بالظبط بالظبط، هو الاحصائيات بتقول ان البنات اكثر استخداما للسوشيال ميديا على فكره. هو طبعا احنا عندنا طبعا اكثر من يعني من موديول او اكثر من برنامج للدخول، فالبنت بت 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 يعني معظم وقتها بتقضيه على السوشيال ميديا. وبالتالي هنا الخطوره في ايه؟ الخطوره ان كل المعلومات او الوعي، المعلومات التي بتشكل الوعي كلها بتستخدم السوشيال ميديا، مش بتقعد مع باباها، مش بتقعد مع مامتها، مش بتفتح كتاب يعني ذو قيمه يشكل وعيها. فالخوف خوفي انا طبعا، انا الكتاب لو حضرتك يعني كنت راجعتي فيه اي حاجه او اي فصل هتلاقي برضو جزء اللي ليه علاقه بالخوف او التخوف على هذه البنت اللي هي ابنتي وابنه يعني المجتمع طبعا. من ان السوشيال ميديا تكون المصدر الاول للمعلومات، وبالتالي يكون هو اصدر المصدر الاول للوعي والمصدر الاول للمعرفه. انت حضرتك عارفه ان الوعي عباره عن معرفه تؤدي الى سلوك طبعا. يعني احنا فالسوشيال ميديا كل خطورتها ما يخص تغييب الوعي او ما يخص يعني مش تغييبه او تشويهه، وبالتالي احنا كان كل تحذيرنا من السوشيال ميديا نتعامل معها يعني برفق، نتعامل معها بان فيها السيء والجيد. أيوة. وانه كمان السوشيال ميديا ما ينفعش أكيد. تكون هي الوسيله الوحيده لتلقي المعارف، وتكون الوسيله الوحيده طبعا. أكيد. لتشكيل الوعي، لمصدر المعلومات كمان لاي بنت بالزبط. او لاي ولد في بالزبط. حياتنا بشكل بالزبط. عام. وكمان اتكلمت عن فرق الاجيال، حضرتك نعم. شايف ازاي علاقه الاب ببنته اختلفت دلوقتي عن زمان، وشايف قد ايه العلاقه دي مهمه وليها تاثير كبير جدا على شخصيه البنت وعلى مستقبلها، اذا كان التاثير ده طبعا بالسلب او بالايجاب، لانه بنشوف بنات كتير قوي بتتاثر بغياب الاب، بنشوف بنات كتير جدا بتتاثر لو الاب مش مهتم او ما ادهاش الوقت الكافي او الحنان الكافي، على العكس بنشوف انه قد ايه ممكن تكون البنت ناجحه وقد ايه البنت ممكن تكون بنت موفقه في حياتها لما بيكون صحيح. الاب ليه حضور ولما بيكون الاب فعلا. ليه تاثيره الايجابي على حياتها. تمام. والله هو علاقه الاب ببنته علاقه في منتهى الخصوصيه طبعا، لاسباب عديده، منها انه هي الاب بالنسبه للبنت هو الرجل الأول في حياتها، صح، الرجل المكتمل الرجولة والمكتمل النضج المسؤول عن أسرة، فهي بتشوف كل تصرفاته على أساس أنه هو ده النموذج اللي ممكن تقابله بعد كده من الرجال. دي أول خصوصية من خصوصيات علاقة الرجل بابنته أو علاقة الابنة بأبيها. يعني الخصوصية الثانية اللي ممكن نقول عليها أن هي بتتخذ منه قدوة، وبالتالي بتقيس الرجال بعد ذلك عليه يعني. فدي خطوره الموضوع. النقطه الثالثه انه الرجل الاب يعني هو المسؤول، يعني لا اعتقد ان في حد ممكن يحب البنت زي ما ابوها بيحبها، يعني مهما هي بعد كده ترتبط، مهما هي تتزوج،
وبالتالي الأب يحمل لديه مشاعر غاية في الرقة، وغاية في الحب، وغاية في في الاهتمام بالبنت. طبعا وبالتالي هو الأب لو هو مش بيحتكر المعلومات الحقيقية الصحيحة، فعلى الأقل بيحتكر الحب الصحيح، صح، الحب حقيقي ما بين الرجل وابنته. وبالتالي هي لما بتسمع نصيحة له يجب أن أن تتعامل معها بشكل إيجابي، لأنه على الأقل لو أبوها ما عندوش الخبرة الكافية لينصحها، على الأقل عنده الحب الكافي للإحاطة بها، حقيقي الإحاطة بها يعني، صحيح، وبيحاول إن هو يجنبها براثن الحاجات السيئة في المجتمع اللي هي ليها علاقة زي ما حضرتك تفضلت يعني بالسوشيال ميديا وخلافه يعني، لأن طبعا وسائل الاتصالات بقت أسهل. اه حضرتك كمان سألتيني على موضوع فرق الأجيال، لا هو جيلنا احنا أكثر حظا فيما يختص بعلاقته بأبويه يعني. احنا لو حضرتك مش عارف حضرتك من جيل، لو من جيلي هتفتكري إن احنا كانت نوافذنا كلها على المعرفة، احنا كانت القناة الأولى والقناة الثانية، وكان مونت كارلو والبي بي سي عربي، دي النوافذ الوحيدة على الثقافة وعلى المعرفة وعلى العالم. لكن دلوقتي النوافذ كثيرة جدا، المعلومات كثيرة جدا، جوجل بقى هو طبعا أعلم أهل الأرض، صحيح، وبالتالي في خطورة يعني، زي ما سهولة التواصل وسهولة الاتصال فيها مميزات كبرى، لكن يعني برضو يحمل بعض الحذر اللي احنا حاولنا في الكتاب ده ان احنا نلقي الضوء عليه. أنا بشكر حضرتك يا دكتور أحمد على وجودك معانا عن طريق زوم، وبتمنى طبعا لحضرتك كل التوفيق ولكتاب حضرتك كل التوفيق. شكرا آمين يا جزيلا. رب العالمين، آمين. ميرسي يا فندم، شكرا.